تفاصيل أوفى نربط الاتصال مشاهدينا الكرام مباشرة بموفد تلفزيون النهاري لملعب 5 جويليا زميلنا محمد قريشي ليوافينا بآخر المستجدات هناك. محمد أهلا بك. أهلا بك عمر، أهلا بكم مشاهدينا. بالفعل كما قلت أنت عمر، المباراة لم تلعب بسبب غياب نادي بوفنز البنيني وتأخره عن الوصول إلى الجزائر لحساب المواجهة التي تدخل طبعا لحساب الدورة التمهيدي الأول من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، رغم أن إدارة مولودية الجزائر قامت بكل الإجراءات المطلوبة والمتابعة في مثل هذه المواجهات القارية. كل التدابير أخذت، حتى مخطط الرحلة أرسل إلى إدارة نادي بوفنز البنيني، غير أن الأخير لم يتنقل إلى الجزائر وتحجج بعدم توفر الرحلات إلى الجزائر. إدارة مدير الجزائر أرادت الذهاب وبالإجراءات القانونية إلى غاية آخر خطوة. بالفعل الفريق تواجد في ملعب 5 جويليا، الملعب الرئيسي الذي كان سيحتضن هذه المواجهة. اللاعبون قاموا بعملية الإحماء بطريقة عادية جدا، اصطفوا في الملعب وانتظروا صافرة الحكم التي أعلن من خلالها غياب المنافس البنيني بوفنز وفوز مولودية الجزائر مبدئيا وبكل تحفظ على البساط كون أن المنافس غائب. صورة نادرة جدا، ولو أنها أصبحت ربما شبه عادية في إفريقيا، غياب منافس في منافسة من حجم رابطة أبطال إفريقيا، تصرف غريب جدا من الفريق البنيني. على كل الطاقم الفني لمولودية الجزائر لم يريد تفويت الفرصة، فرصة ربما وقت على الملعب الرئيسي لملعب 5 جويليا وبرمجة مباراة ودية بين ربما فريقين هما من فريق مولودية الجزائر، يعني فريق الرديف يعني على فريقين، أكيد مباراة ودية بشوطين لكل شوط 25 دقيقة حتى ربما يحافظ نغيز على ربما الجاهزية البدنية لمولودية الجزائر المقبل، ربما على مباراة مهمة في البطولة الجزائرية، بداية ربما باتحاد بلعباس وبعدها مواجهة أولمبي المدية لحساب ربما رزنامة البطولة المحترفة الجزائرية عمر. محمد، حتى أنه إذا أنصفت الكاف المولودية في هذه القضية أمام بوفنز فستكون عقوبات صارمة لهذا النادي الذي تغيب عن هذه المواجهة، مواجهة العودة التي تدخل كما قلت برسم العودة لدور التمهيدي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا. ربما هذا ما تريد إدارة نادي بوفنز تفاديه من خلال ربما تحججها ومراسلتها المتكررة والعديدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أرادت التحجج بالوضع الصحي العام في إفريقيا والجزائر وربما ندرة الرحلات، لكن ليس غيابه، وبدليل الطاقم التحكيمي قادمة إلى الجزائر على نفس الرحلة التي كان من المقرر أن ينتقل فيها نادي بوفنز. كذلك نادي بوفنز ربما لأسباب مادية أو أسباب أخرى كان ربما يعلم بأن المأمورية لن تكون سهلة هنا في الجزائر أمام فريق هو نادي من حجم مولودية الجزائر، رغم أن المباراة الذهبية انتهت بتعادل، لأن الفرق في المستوى وربما الأسماء واضح وواضح جدا. أكيد أن بوفنز تخوف من الهزيمة هنا في الجزائر ولم يرد التنقل الذي كان سيكلف ربما النادي الفقير ماديا صراحة، الذي كان يكلف أموال طائلة بالنسبة لنادي بوفنز. أكيد ربما هم إدارة النادي البنيني أرادت تفادي العقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لذلك قامت بهذه المناورات حتى ربما أكيد الهزيمة لهم، لأنه فريق صغير وصغير جدا ليس له باع ولا تاريخ في منافسة رابطة أبطال إفريقيا. الهزيمة لهم لكن العقوبة قد تهم يوما ما، حتى نعرف أن العقوبة ستكون قاسية من طرف الاتحاد الإفريقي في مثل هذه الحالات. على كل إدارة مدير الجزائر شبه متأكدة من أن الكاف ستنصفه بأن مدير الجزائر اليوم فازت على البساط ودون جميل من اي احد، لان المنافس هو ببساطه لم يحضر الى الجزائر وغاب عن هذا الموعد. الكل هنا باريحيه تامه من محيط اداره مولودية الجزائر، وحتى الماس الذي كانت له مداخله عبر قناه النهار اكد بان المباراه حسمت لصالح مولودية الجزائر. المولودية الان تفكر في الساق في التونسي في الدوره التمهيديه المقبل من منافسه رابطه أبطال إفريقيا المهمة المأمورية التي لن تكون سهلة في دربي مغاربي مثير ومثير جدا بالنسبة للفريقين عمر.
شكرا لك محمد موفى، تلفزيون النهار الى ملعب 5 جويلية. اذا